بعد أن فاز بكأس الصقر الذهبي و15 ميدالية خلال الدورة الأولى العام الماضي كأكثر البلدان تتويجاً، المغرب يشارك بقوة في النسخة الثانية من كأس العالم لفنون الطهي بمدينة الحمامات بتونس. ويشارك المغرب في التنظيم من خلال الكونفدرالية المغربية لفنون الطهي، كما يتقدم لمختلف المسابقات منتخب مغربي من محترفي الطبخ. تدور الفعاليات بمشاركة 35 دولة، وتتكون لجنة التحكيم من 20 حكم دولي من أعرق مدارس الطهي من بينهم مغاربة. غادي إن شاء الله نقدموا أحسن تقديم ونعرفوا بالموروث الثقافي ديالنا المغربي، وبحكم دينا الكأس المرة الفايتة في 2022 رحنا طامحين هذا العام هذا إن شاء الله نديو الكأس ونديو الميداليات ونكونوا أحسن فريق إن شاء الله. حضرنا البسطيلة المغربية، الطاجين المغربي، وليزونتخي فخوا يعني المقبلات الباردة. المغاربة هما شركاء معنا في التظاهرات هذه، احنا مشاركين معنا، عندنا كونفونكسيون مع المغرب، هما متواجدين معنا دائما ومتمثلين دائما في رئيس الجامعة المغربية سي عبد الصمد، والمشاركين دائما متواجدين معنا سواء كنا في تونس والا حتى تنقلاتنا خارج تونس، هما دائما موجودين بموروثهم الغذائي وبمنتجاتهم وبتصاميمهم. وتميز يوم الافتتاح بعرض صنوف من الحلويات المغربية التقليدية جلبت إليها الأنظار وكانت محل استحسان واسع، ويعمل المشاركون المغاربة على التعريف بثراء الموروث الغذائي والمميزات الفريدة للمطبخ المغربي في تظاهرة شهدت نجاحا باهرا خلال الدورة الأولى. جناح عجبني برشا، فيه التاية كالقاعدة التاية ذاك، وفيه حاجات حلوين ما شاء الله، ما مش غريبة معناها على المغرب، الحلويات المغربية معروفة حتى في العالم أجمع إن شاء الله، وأنا عجبتني برشا، فما حاجات حلوين كما نقولوا احنا عندنا حاجات تشبه الحاجات التونسية. وتمثل بطولة العالم لفنون الطهي بتونس سوقا مفتوحة للسياحة الثقافية، إذ تشهد هذا العام مشاركة زهاء 100 من الهواة ومحترفي الطبخ من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ما يمكن من التعريف بالطابع الغذائي للبلدان المشاركة.